أمينة زروالي الحاصلة على أول معدل على الصعيد الوطني معدل 19.53. أنا فرحانة بزاف بهذا المعدل، أكيد تفاجأت فاش سمعته لأول مرة لأنني ما كنتش متوقعة نكون الأولى على الصعيد الوطني، لكن الإنسان اللي كيخدم وكيجاهد وما كيقصرش وكيتحلى بالالتزام والجدية الحمد لله كيكافئوا الله بمعدل جد متميز، وهذا كان هذه كانت الحالة ديالي. السبب ديالنا هو اننا كنخدموا بكل التزام بكل جديه، اننا دائما كنتحلوا بالطموح، كما اننا امتحان البكالوريا ماشي بحال اغلب ديال التلاميذ خلينا حتى الاخر ديال العام عاد بينا نبريباريو ليه، لا بالعكس هو كان من البدو ديال العام كنا اجور، والحمد لله تمكنا بالعون ديال الاسره ديالنا الاساتذه ديالنا ومجهوداتنا الشخصيه اللي كتبقى في اول رتبه تمكنا من الحصول على هذه المعدلات. بالنسبه التلاميذ اللي مقبلين على الاستدراكيه كنتمنى لهم حظ موفق، وهذه فرصه ثانيه تمنحت لهم ما خصهمش يضيعوها وربي كيدير لي فيها الخير. كلمه اخيره كنشكركم كاملين على هذا الاهتمام وكنتمنى نكون دائما كنشرفكم في مختلف المراحل اللي غادي ان شاء الله نقبل عليها. الاسم ديالي الاستاذه خديجه الطاهر اللي كتشتغل في الاوائل مدرسه اللغه العربيه، والحمد لله هاد النتيجه راه فرحتني بزاف، واخا انا فرحانه طول الانجازات اللي كيحققوها البنات على مدى هاد السنوات كلها منين دخلوا المؤسسه، دائما فرحانه بهم لان رسموا مسارهم من الاول ديال التميز، وكانوا تيتوجوا دائما مع زمره المتفوقين والمتفوقات، والحمد لله راه هما كفء لهذا الشيء، وهذا الشيء كان استحقاق، شرفوا بلادهم، شرفت البنيه عندي بلادها وشرفت الاخت ديالها جهويا وتا هي ترتبت الرابعه وطنيا. الحمد لله هذا الشيء راه تيبين بان راه الجد والاجتهاد راه تيعطي نتيجه، هي الانسان يضاعف المجهودات وان شاء الله يكون كل خير. ولا بد، هو كاين معطيات كثيره، كاين اولا الرغبه ديالهم، هما عندهم الرغبه بسلامتهم راس من طريقهم، يعني هذا السبب هو الاول. كاين الجو العائلي اللي تنحيطوه بهم، الجو العائلي ديال العاطف ديال ديال المساعده ديال التفاهم، الحمد لله ديال تهيئ الظروف الماديه والمعنويه والجو النفسي، الحمد لله هادشي كاع طراعيو ليه طول فتره الجهوي اللي داز في اكتوبر وطول فتره الحمد لله الوطني. وكاين الحمد لله هادشي كله في ظلم الله، نقولوا في ظلم الله وكرم الله، والحمد لله ما يمكنش نعبر الا على فرحه لا توصف. اي اب اي ولي امر في المحل اللي غادي يحس هذا الاحساس هذا اللي وصف الله ما يمكنش نوصفه لك، لانه ملي تشوف بنيتك ولا وليدك ولا بعد مسار طويل ديال التحصيل وديال الصغار وديال المجاهده، ما يمكن الا تحس بفخر كبير على اساس انه مجهودات كلها الحمد لله ما ضاعش، هكا مشات هضر، بذلنا مجهود، صبرنا، هما كافحوا، الحمد لله كانت نتيجه مزيانه. شنو المميز في الابنه ديالك هو بنيتي؟ الحمد لله ما غنقولكش انه بنيتي، لانه غادي نكون ماشي محايد، ولكن بنيات واحد الالتزام، انا انكاجمون مزيان، ملتزمات هما نسبيا، التزام في القرايه في الامور، كاينه جديه، كاينه جديه ملاحظه، كاينه الجديه، محل جد جد، محل اللعب لعب، محل تيفرقوا الاشياء، وكاين التزام ومآمنين بانه عندهم رساله انهم خصهم يحصلوا، خصهم يكونوا من الاوائل، خصهم الحمد لله امنوا بهذه الرساله، الحمد لله عطت نتيجه. رسالتي للاباء جميعا، انا تنحس بالاباء بحكم انا اب، اي اب او اي ام تنحس بحالها بانه حتى هي بغات وليداتها يوصلوا، بغات شيء ماشي مستحيل، حتى حنا بدينا عاديين بحالنا بحال المغاربه بحال الناس بحال بدلوا مجهود الحمد لله، التزمنا معهم حتى حنا، ضحينا معهم باللي قدرنا عليه، الحمد لله كانت النتيجه مزيانه، والاباء انا اوصي الاباء بانه المتابعه تكون هي الخير، تكون النتيجه صعبه. السلام عليكم، اولا بغيت نقول باللي بيان سور كانت البريباراسيون دي ديبي د لاني، كنا متسلحين، كنا متصبرين، كنا خدامين من ود السنه، وبيان سور كنا تنخدموا انصامبل بحكم اننا توام، اما اننا كنا دايرين في بالنا اننا بغينا نوصلوا نحصلوا على هذه المراتب ونحصلوا على هذه النقط، صراحه ما كانتش في البال، كنا تنقولوا اي امتحان دخلنا ليه غنعطيو فيه كاع داكشي اللي نقدروا عليه والكمال لله، وصراحه الله وفقنا، وتنشكر من هذا المنبر الاباء ديالنا اللي ساندونا، كنشكر خويا الصغير حتى هو
كنشكر الاساتذه ديالنا سواء عن بعيد او عن قريب والاطر التربويه والاداريه كافه تاع مؤسسه الاوائل. صراحه شفت انا باللي المعدلات تلاحوا في الاوتلوك، قلت لامينه دخلي انت شوفي، فشفت تفاجئنا صراحه 20 20 20 تبارك الله، وفرحنا بزاف بزاف. وصراحه الله اللي خدم ما كيخيبوش، سي الانسان يتوكل على سيدي ربي ويدير اللي عليه والله غادي يوفق. كيفاش لكم هذا الاستقبال هذا اليوم الصباح؟ هذا الاستقبال كان مفاجئ، اثلج صدورنا صراحه. المؤسسه ما خلات ما دارت على قبلنا، شكرا لهم بزاف، ما عمرنا ما غنساوهم، ما عمرنا ما غنساو بلي قرينا في مؤسسه بحال هذه اللي بدينا فيها من لابتيت راود قرينا هنا، والحمد لله الحمد لله. صراحه كاينه ميولات واتجاهات مختلفه، انا ما كرهتش نكمل في لي كلاس بريبا، عامين ومن بعد نلتحق بمدرسه الهندسه، وامينه بات دير لا ميديسين وباقا شويه كونفوز، باقا ما عرفاتش واش دير لا ميديسين ولا لاركتيكتور. لينا بغيت اولا نقول لهم بلي راه حتى حاجه ما بعيده، مستحيل ما كاينش. تبارك الله ولينا كنشوفوا في هذه السنوات الاخيره معدلات لي وطنيه اللي كبيره بزاف وعاليه، داكشي علاش كنصحهم بالتجلد، كنصحهم بالصبر، كنصحهم بالاستعانه بالله سبحانه وتعالى وبالخدمه، الخدمه الخدمه من اول سنه وما نهمش حتى ماده، ونشوفوا معاملات لي قليله مقارنه بمواد اخرى، ولكن ما نهمش حتى ماده حيت نسب صغيره وكتدير الفرق. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.